البنت اللي انتوا شايفينها دي ماتت، ولكن العالم كله اتفاجئ لما رجعت من الموت تاني لأهلها. ازيكم يا جماعة؟ اعتقد كتير مننا حس احساس انك تفقد حد بتحبه من العيلة، بس اللي بيهدي الاحساس السيء اللي بنحس بيه ده هي حقيقة ان احنا كلنا في وقت ما هنموت وهنرجع نشوف الناس اللي بنحبهم دول تاني. بس قولي ايه ممكن يكون احساسك لما حد تعرفه يموت ومرة واحدة يرجع للحياة تاني؟ ودي الفكرة بتاعت حكايتنا النهاردة. ولكن كالعادة انتوا عارفين ان انا مش بحب اطول عليكم في الانترو والحركات دي، ولكن بيكون عندي دايما طلبين، والطلبين انكم اطفوا النور وحطوا السماعات ويلا بينا نبدأ في القصة. في 1997 حصلت حريقة كبيرة جدا في بيت في أمريكا. الحريقة دي كانت في بيت لاز وبيدرو، وبدأت من أوضة بنتهم ديليمار اللي كانوا لسه مخلفينها واللي كان مكانها في الدور التاني من البيت بتاعهم. والمشكلة إن الأم كانت لاحظت الحريقة دي متأخر، عشان لما طلعت السلالم النار كلها كانت خلاص مسكت في الأوضة كلها، من ستاير لعفش لحتى لعب البنت اللي معداش عمرها 10 أيام. ومع إن لاز حاربت عشان تخش الأوضة وتنقذ بنتها، للأسف في النار كانت عالية جدا ومعرفتش تدخل، وساعتها ابتدت تحاول تبص على بنتها بس بسبب الدخان معرفتش تشوف اي حاجة. وفي اللحظة دي في حاجة غريبة شدت انتباهها، والحاجة دي كانت شباك الأوضة المفتوح اللي هي كانت اصلا فاكرة ان هي قفلته قبل ما الحريقة دي تقوم. بس ما كانش في وقت خلاص، عشان افتكرت ان ولادها الاتنين كانوا لسه موجودين في الشقة، وساعتها جريت عليهم وفعلا انقذتهم وطلعت بيهم برا البيت. وساعتها قعدت تصوت وتعيط بصوت عالي جدا، وده اللي خلى الجيران يجروا عشان يحاولوا يطفوا الحريقة دي. وساعتها المطافي جات وطفوا الحريقة بعد 14 دقيقة كاملة. وبعدها المطافي أكدت إن سبب الحريقة كان السلك القريب من الدفاية، وبعدها قالوا يمكن أسوأ خبر أي أم ممكن تسمعه، وهي إنهم ما كانوش لاقيين أي بقايا لبنتهم ديليمار بسبب حرارة الحريقة العالية. وحتى بعد ما فحصوا كل حاجة كويس وكمان استعانوا بعلماء الانتروبولوجيا، كلهم أكدوا إن الحريقة دي هي السبب في موت بنتها، وإن من المنطقي جدا إن فعلا ما يكونش ليها أي أثر. بس لاز من الناحية التانية ما كانتش مقتنعة بكلام المطافي أو العلماء، عشان كانت متأكدة إن في الحقيقة بنتها لسه عايشة. لاس كويفز كانت ست عندها 25 سنة، واتجوزت راجل اسمه بيدرو فيرا، وهما الاتنين بعد ما اتجوزوا هاجروا من اسبانيا عشان يعيشوا في امريكا، وكان برضو معاهم ولدين وكان اسمهم ولفرادو وإزريال. ومع ان الانجليزي بتاعهم كان على قده شوية، هما عرفوا يشتغلوا ويعيشوا حياة متكاملة، عشان الاب اشتغل ميكانيكي والام من الناحية التانية قررت ان هي تفضي نفسها للبيت وتكون ربة منزل. ويا جماعة، اللي لاس كانت بتعشق تعمله مع تربية العيال هي انها تتفرج على مسلسل الجريمة المشهور اللي اسمه CSI، والمسلسل ده كانت بتحبه جدا وبتتابعه حلقة بحلقة. وحياتهم الجميلة دي كملت لغاية ديسمبر 1997 لما خلفوا بنت وسموها ديليمار. وزي ما انتوا عارفين اصغر طفل في العيلة لازم يكون الدلوع بتاعهم، وهي اصلا كانت حياتهم كلها عشان هي كانت اول بنت ليهم. بس بيدرو بعدها عمل حاجة غريبة جدا، وهي ان بسبب كمية الاوراق اللي كان لازم يعملها لبنته قرر انه ما يحطش اسمه كأب ليها. وانت دلوقتي هتسألني طيب هو ليه عمل كده؟ هقولك معرفش، بس مخي بيقولي ان اكيد بسبب الانجليزي بتاعه اللي كان على قده، هو ما كانش فاهم المفروض يعمل ايه فما حطش اسمه. وانت اكيد دلوقتي هتقولي طيب انت ليه قلت لنا المعلومة دي؟ هقولك مش ممكن يكون ليها دور مهم في اخر الحلقة؟ خلينا نشوف. طبعا بعد ما لاز خلفت ديليمار، في يوم من ايام ديسمبر قررت ان هي تعزم العيلة كلها عشان يحتفلوا بالطفلة الجديدة اللي كانوا كلهم بيحبوها. وفعلا جم واحتفلوا، واللي جاب هدايا واللي اداهم فلوس عشان يساعدهم وكده. المهم يعني من الاخر كانت احتفالة حلوة جدا وكله كان مبسوط. بس في واحدة من قرايبهم كان اسمها كارولين كاريو، والست دي بدأت محادثة غريبة جدا مع لاز. قالت لها ان عندها 3 أطفال وانها حامل في الشهر الثامن، بس الغريب ان شكلها ما كانش مدي شكل واحدة حامل خالص، وخصوصا في الشهر الثامن زي ما قالت لها. وكل ما الوقت كان عمال يعدي كل ما المحادثة كانت عمالة تكون اغرب،
لدرجة ان لاز قلقت، وساعتها طلعت بنتها في الأوضة بتاعتها فوق. وبعد ما طلعتها ونزلت تاني لقت ان كارولين فجأة مشيت من غير ما تسلم على حد حتى، ولكن هي عدت الموضوع وقالت ممكن يكون حصل حاجة مثلا. وبعد ما الساعات عدت والحفلة خلصت، بعديها فجأة سمعت صوت في أوضة بنتها اللي فوق، وساعتها اكتشفت حوار الحريقة. طبعا بعد الحادثة المرعبة والحزينة دي، لاز وجوزها حياتهم اتغيرت تماما، وبدل ما تكون بنتهم دي بداية حياة جميلة وحلوة ليهم، هي كانت السبب في حزنهم وألمهم. وساعتها قرروا ان هم ينقلوا من البيت ده، وبعد فترة عشان يتخطوا الحادثة المرعبة والمحزنة دي خلفوا طفل تاني وسموه ساميول بيدرو. بس انا عايز اقولك ان حتى بعد ما السنين دي كلها عدت، لاز كانت متأكدة ان بنتها ما ماتتش، لدرجة ان هي قررت ان هي تعين محقق خاص عشان يتابع الموضوع ده. وساعتها طلبت من جوزها فلوس كتير، بس هو رفض عشان ما كانش معاه المبالغ الكافية ان هو يدفع المبلغ الكبير ده، عشان برضو في الاول وفي الاخر هو شغال ميكانيكي والفلوس على قدهم شوية. بس بسبب التوتر اللي لاز كانت عايشة فيه واكتئابها اللي كان عمال يزيد كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله ده، وصل علاقتها بجوزها لنهايتها، عشان هما للأسف ساعتها قرروا ان هما ينفصلوا. بس ثانية واحدة كده قبل ما نكمل مع لاز وجوزها، انا متهيألي لغاية دلوقتي ما قلتلكوش هي مين كارولين وايه اللي كان جابها اليوم ده في بيت لاز، مع انها عمرها ما زارتهم قبل كده. ومش برضو بالنسبه لكم غريب شويه ان هي بعد ما مشيت حصلت الحريقه الكبيره في الاوضه دي؟ مش ممكن يكون ليها علاقه بالموضوع ده؟ كارولين كانت من قرايب بيدرو، بس هما ما كانوش قريبين قوي من بعض عشان هي ما كانتش من نفس العيلة، ولكن هما اتقابلوا عشان في فردين من العائلات بتاعتهم اتجوزوا. وزي ما انتوا عارفين كارولين كان عندها 3 أطفال، بس الأطفال دول ما كانوش من أب واحد، هما كانوا من كذا أب. يعني كارولين كانت ما شاء الله في علاقات كتير جدا، وعشان كده قررت ان هي تعمل عملية استئصال الرحم عشان تقدر تكمل اسلوب حياتها ده. ولكن بعدها دخلت في علاقة مع راجل اسمه اندري مور، والراجل ده كان عايز طفل منها، بس هي ما كانتش قايله له ان هي عملت العملية دي. والغريب ان بعد شوية قعدت تقوله وتقول لعيلتها انها حامل، وهم ما كانوش فاهمين ازاي ده ممكن يحصل اصلا، عشان هي كانت قبل كده قايله لهم على موضوع العملية وكانوا عارفين ان هي عملتها، بس محدش اتكلم وقالوا خلاص كل واحد يفضل في حاله. وفي يناير 1998 خلفت بنت وسمتها أليا، وكانت أليا دي بالنسبة لها أجمل طفلة في الكون وكانت بتحبها جدا. بس في يوم في أيام يناير 2004 كارولين وولادها وأليا راحوا حفلة عيد ميلاد، واللي عمل الحفلة دي كانت أخت بيدرو. بس ساعتها كارولين لاحظت حاجة، لاحظت إن لاز كانت قاعدة وعمالة تبص على الأطفال اللي في الحفلة، بس هي قالت لنفسها أكيد هي متضايقة على اللي حصل لها، وعشان بنتها اللي كانت مخلفاها المفروض تكون في نفس السن الأطفال الموجودة. ولكن في الحقيقة لاز ما كانتش متضايقة خالص، دي كانت مركزة مع بنت معينة وسط الأطفال التانيين، عشان البنت دي كانت بنفس تفاصيل بنتها اللي توفت، نفس العيون ونفس الغمازات. وساعتها قررت ان هي تطبق كل اتعلمته من برنامج CSI، واللي عملته كالآتي: اتكلمت مع البنت وقالت لها ان في لبانة في شعرها، بس في الحقيقة هو ما كانش في لبانة اصلا، هي خلت البنت تجيلها ومسكت شعرها وقصت منه حتة. وعايز اقول لكم يا جماعة ان احساسها ده والقرار اللي خدته اليوم ده حرفيا غير حياتها. لاز من بعد الحركة اللي عملتها دي ابتدت توفر فلوس عشان تأكد إحساسها، وفعلا لما جمعت فلوس كفاية راحت وعملت تحليل DNA لحتة الشعر اللي خدتها. وعايز أقول لكم إن إحساسها طلع صح، عشان البنت اللي شافتها وسط مجموعة البنات، البنت اللي كانت مركزة معاها وقصت شعرها كانت أليا، وبعد التحليل دي اتأكدت إنها في الحقيقة بنتها. بس يجي السؤال هنا، هي إزاي خدت بنتها؟ وهل هي اللي عملت الحريقة دي ولا لأ؟ بس الأسئلة دي الإجابة بتاعتها ما كانتش مهمة قوي للز ساعتها، عشان كانت أهم حاجة بالنسبة لها إن هي ترجع بنتها تاني لحضنها. وعشان كده بعد الاكتشاف ده اتصلت بالشرطة. طبعا البوليس لما ابتدى يحقق أول حاجة عملوها إن هم طلبوا تحليل DNA، وفي نفس الوقت ده حققوا مع كارولين وابتدوا يدوروا في ماضيها. واللي اكتشفوه يا جماعة إن الست دي كانت حاجات بجد محدش يقدر يتوقعها، عشان في 1996 كان عليها تهمة، والتهمة دي كانت سرقة ورق مهم من مكتب سكرتيرة عمدة المدينة، وعشان تشيل الأدلة حرقت المكتب كله. بس هي ساعتها فشلت، وساعتها اتحبست بتهمة الحرق المتعمد، فمن الواضح كده ان ليها تاريخ مع حرق الحاجات يعني.
وعايز اقول لكم بقى ان كارلين قبل ما يعملوا تحليل الدي ان ايه ده رشت ماده في بق بنتها عشان التحاليل ما تطلعش مظبوطه، بس خطتها كالعاده فشلت. وبعد ما النتيجه طلعت وتاكد ان هي فعلا بنت لاز، ساعتها كارلين هربت، بس البوليس لحقها وقبض عليها. انا الست دي ما شفتش افشل منها الصراحه، وساعتها حبسوها لغايه ما التحقيقات كلها تظهر. بس اكتر حاجه محزنه بالنسبه لي في القصه دي لغايه دلوقتي هي ان البنت كانت عايزه امها، ومش قصدي على امها الحقيقيه، كانت عايزه امها اللي خطفتها، عشان هي من ساعه ما وعيت وشافت الدنيا كانت عارفه ان دي امها. فانا مش قادر اتخيل احساسها كان عامل ازاي ساعتها. بس الحاجه الكويسه ان الدكاتره عرفوا يوصلوا لها معلومه ان مامتها في الحقيقه مش مامتها، وان امها واحده تانية خالص، وكانوا برضو عارفين قد ايه حاجه زي كده ممكن تاثر عليها في المستقبل، وعشان كده خدوا القرار ان هم يمنعوا زيارة لاز لبنتها لغاية لما التحيات تخلص على الأقل. وبعد ما البنت هديت عرفوا يخلوهم يقابلوا بعض تاني، ولاز ساعتها ما كانتش مصدقة إن بنتها اللي ماتت، بنتها اللي كل الناس كانت بتيجي وبتعزيها فيها طول الوقت ده، كانت عايشة، وإن إحساسها في الآخر طلع صح. المحاكمة بتاعت كارلين بدأت في 2005، وساعتها عرفوا إيه اللي حصل يوم الحريقة. اللي حصل إن كارلين رجعت تاني بعد ما مشيت فجأة، وساعتها قابلت لاز وقالت لها إن هي نسيت شنطتها فوق، بس اللي اكتشفوه إن هي دخلت أوضة البنت وفتحت شباكها، وبعدها نزلت وسلمت على لاز ومشيت، بس بعديها رجعت تاني وخدت البنت من الشباك، وآخر حاجة عملتها إن هي حرقت الأوضة عشان ما يكونش فيه أي دليل وراها. وبعدها خدت البنت وهربت على نيوجيرسي. وغير كده البوليس عرف ان شهادة ميلاد البنت مش محطوط فيها اسم الاب، وساعتها حسوا ان بيدرو كان شريك ليها، عشان هيكون ايه السبب اللي يخلي واحد ما يحطش اسمه على شهادة ميلاد بنته. وعلى فكرة مش البوليس بس اللي كان شاكك في الموضوع ده، ده اهل لاس كمان كانوا شايفين كده، عشان كان بالنسبة لهم بيدرو ما كانش عايز البنت. وساعتها اتفق مع كارلين على الخطة دي، والمشكلة تيجي لما كارلين ذات نفسها قالت ان بيدرو فعلا ساعدها، بس التحريات اكدت ان بيدرو فعلا ملهوش علاقة بالموضوع، عشان هو كان في الشغل ساعتها، وانه فعلا زي ما قلتلكم ما كانش فاهم المفروض يعمل ايه في موضوع شهادة الميلاد ده. وفي ظل الاحداث دي كلها الدكاترة النفسيين لما كشفوا على كارلين اكتشفوا ان كان عندها حمل كاذب، وعشان كده هي كان عندها وهم ان هي حامل، وكان حتى عندها اعراض الحمل زي الترجيع وزيادة الوزن. ولكن المحكمة ما شافت ان كارلين حتى لو كان عندها المرض ده المفروض ما كانتش توصل بيها المرحلة ان هي تخطف بنت عمرها 10 ايام بس من اهلها. وكمان فكرة ان هي تولع الاوضة كان بالنسبة لهم شيء غير مبرر خالص. والمشكلة الاكبر بقى في الموضوع ده كله يا جماعة ان هي ما كانتش شايفة نفسها غلطانة اصلا، وساعتها القاضي حكم عليها من 9 لـ30 سنة في السجن بتهمة الحرق المتعمد والاختطاف. ومعلومة تانية عشان تعرفوها، ليز رفعت قضية على الدولة عشان بالنسبة لها المطافي ما شافوش شغلهم، وحاولوا يقنعوها ان بنتها ماتت مع انهم ما لقوش اي بقايا ليها خالص، عشان لو كانت فعلا اتحرقت تماما زي ما قالوا درجة الحرارة كانت المفروض تكون اعلى من كده بكتير، والوقت المفروض يكون اكتر من 15 دقيقة، ولو انتوا فاكرين هم طفوا النار في 14 دقيقة، فعشان كده بالنسبة لها الناس دول ما شافتش شغلها كويس. بس الغريب ان احنا بعد ما دورنا كتير عشان نعرف القضية دي خلصت على ايه او مين كسب ما لقيناش اي حاجة، فأعتقد إن هي ممكن تكون اتحلت بره المحكمة. بس من الناحية التانية البنت رجعت لبيت عيلتها تاني، وساعتها رجعوا اسمها الأصلي اللي هو ديليمار. وبعد ما السنين عدت البنت رجعت طبيعية تاني، والحلوة يا جماعة إن هي كبرت واتجوزت وخلفت وبتشتغل كمان، وواضح إن هي مبسوطة في حياتها مع جوزها وابنها، وعندها حتى انستجرام باسم ديليمار فيرا، وكاتبة في البايو بتاعها ليتل لوست جيرل. وقصتها كمان اتعملت فيلم في 2008، المخرج بتاع الفيلم ده كان اسمه بول كوفمان، ولو عايزين تتفرجوا على الفيلم ده هتلاقوه على اليوتيوب عادي جدا، بس هو مختلف شويه عن الاحداث الحقيقيه، بس انتوا هتفهموا القصه يعني. وكده كده انتوا عرفتوا القصه الاصليه من عندنا خلاص. واخر حاجه عايز اقولها يا جماعه ان انا لاول مره بكون خارج من قصه مبسوط منها، يعني انتوا بجد مش متخيلين قد ايه انا مبسوط من فكره ان البنت رجعت لامها، وان كارلين خدت عقابها، وان دي تعتبر قصة من القصص القليلة جدا اللي نهايتها سعيدة. فدي حاجة تثبت لنا ان مهما الحياة وحشة، او مهما كان في ضغوطات كتير، او مهما كانت الدنيا بالنسبة لك دلوقتي مظلمة ومفيش اي امل، افتكر ان مش كل قصة نهايتها لازم تكون مظلمة، حتى لو كانت قصة من القصص اللي انا بقولها في القناة هنا. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.